بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك عبد الله، شكرا لضيوفك الكرام، متابعينا مشاهدينا اينما كنتم، تحية طيبة لكم هنا في استاد سعود بن عبد الرحمن في الجنوب، معقل نادي الوكرة، الفريق الذي افتقدناه هناك حيث دوري النجوم في موسم ماض في موسم حالي، ولا يبدو أن الأمور في البدايات أيضا مثالية بالنسبة للنواخذة، لكن نحن هنا في هذا اللقاء في هذه المباراة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الدرجة الثانية، متابعينا مشاهدينا، اللقاء الذي يجمع ما بين المتصدرين، ما بين المرخية وما بين معاذر، اللي كلاهما حقق العلامة الكاملة حتى الآن في أول جولتين، انتصارين لكل منهما، 6 نقاط في الصدارة. المنتصر في مباراة اليوم أعتقد أنه سيتقدم خطوات مهمة جدا إلى الأمام، حتى وإن كانت الأمور مبكرة فيما يتعلق بحسابات الصدارة، لكن أن تبدأ ب3 انتصارات متتالية، أن تبدأ أنك تأخذ النقاط من المنافسين المباشرين، لا يوجد بداية أفضل من كذا. السلامات إن شاء الله هنا في اللقطة الماضية، التدخل الأخير ضد لاعب نادي معاذر مامادو لامين دياوارا اللي يسقط الآن على أرضية الميدان. السلامات إن شاء الله لمامادو في تدخل أول سريع يأتي في اللقاء، وخطأ الكرة حكم المباراة أشار بالاستمرارية فيها عبد الرحمن الجاسم، ومامادو يقوم بالسلامة يكمل المباراة مع باقي الرفاق والزملاء. عموما احنا لدينا معاذر اللي راح يكون على يمين السادة المتابعين، خيارات بيرل فيليب مدرب نادي معاذر، عبد العزيز مكي، محمد فؤاد، مهدي خالص، لامين ساميت، اسلام ياسين، ايوب الودراسي، مصعب اللحام، ابراهيم الصادق، هشام كمال، احمد سليم، ومامادو لامين، هي تشكيلة نادي معاذر. بينما على اليسار يتواجد المرخية الذي يبدأ اللقاء بمحمد منتصر في حراسة المرمى، لدينا أسامة العون، مدحت مصطفى، فهد العنزي، إريك دي أوليفيرا، طلال البلوشي، ياسر المعمري، أدن علي، عبد العزيز عادل، محمد حارس، وحمد سعيد، هي خيارات المدرب سيلفيو ديل بيرتو مدرب نادي المرخية. أمامنا هنا على الصورة بير فيليب، استقرار فيما يتعلق بالجهاز الفني بالنسبة لمعاذر تحت قيادة الفرنسي بير فيليب، الرجل اللي يقود معاذر تقريبا للموسم الخامس، سبق وأن كان حاضر مع معاذر عندما تواجد معاذر في الدرجة الأولى في مناسبتين لم يتمكن من الصمود فيها لأكثر من موسم، يأتي هنا من أجل إعادة معاذر مجددا إلى الدرجة الأولى، وحتى الآن البداية ممتازة. كرة تعود بنقل عموما، أمامية حاضرة لمصلحة معاذر لأيوب الودراسي في الطرف الأيمن، أيوب يؤجل يعيد خلفية إلى محمد فؤاد في الخط الخلفي، محمد وسط الميدان، الآن نقلة مباشرة إلى هشام كمال، هشام لمدحت أو في اللقطة الماضية مهدي خالص اللي ينقل كرة أمامية باتجاه مامادو لامين في منطقة الجزاء، يحاول مامادو تبعد الكرة من أمامه، تعود في الطرف الأيسر مجددا، إسلام ياسين يملك كرة، إسلام يحاول المرور، ينقل خلفية إلى مصعب اللحام بعرضية في منطقة الجزاء حاضرة، كرة الماضية من السوري مصعب اللحام لكنها تبعد، تعود بنقلة معاذر، ربما يبدأ الآن المباراة بشكل أفضل على مستوى السيطرة على مستوى الاستحواذ اللي حقق في الجولة الماضية. أعتقد نادي معاذر انتصار هام ومهم جدا بالنسبة له، كان أمام الوكرة بهدفين مقابل هدف في مباراة خسر فيها النواخذ الكثير جدا، خصوصا بالنسبة لأنصارهم، هم اللي ينتظر الوكرة أن يعود إلى حيث ينتمي، إلى حيث المكان الطبيعي الذي يجب أن يتواجد فيه، إلى الدرجة الأولى كواحد كان من أعمدتهم الأساسية، من أعمدة الدرجة الأولى الأساسية في الموسم قبل الماضي. هبط الوكرة، الجمهور
عاش ليالي كالحة جدا الجمهور الموج الأزرق. الموسم الماضي كانت الآمال كبيرة أن يتمكن الوكرة من العودة سريعا، لكن لم يتمكن من ذلك. بطاقة المباشرة في الموسم الماضي ذهبت لمصلحة الشحانية. الوكرة خاض مباراة فاصلة أمام الخريطيات وعجز عن الانتصار والوصول والعودة إلى الدرجة الأولى. الآن موسم ثاني على التوالي والنواخذة في الدرجة الثانية، والبداية في هذا الموسم ليست جيدة حتى الآن. الانطلاقة في اللقطة الماضية كانت حاضرة لمصلحة معذر، والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة معذر. ركلة ركنية عن يسار محمد منتصر، اللي بالمناسبة محمد منتصر ما اهتزت شباكة حتى الآن. الفريق اللي شباكة نظيفة حتى الآن. محمد منتصر بالنسبة للمرخية اللي لعب مباراتين حقق انتصارين 4 أهداف لم يستقبل ولا هدف حتى الآن. قوة وصلابة دفاعية حاضرة بالنسبة للمرخية. يواجه معذر اللي هو الآخر، سيحاول أن يكون أول الواصلين إلى شباك محمد منتصر. يبدأ اللقاء بشكل هجومي أكثر وضوحا بالنسبة لمعذر. في الطرف الأيمن مجددا إسلام ياسين يحاول في الكرة الماضية لكنها تبعد من أمامه. منقول الكرة في وسط الميدان. تنقل لمصلحة المرخية. مدحت مصطفى في الخط الخلفي. يملك المرخية أسماء صاحبة خبرة ميدانية كبيرة. لما نتحدث عن مدحت مصطفى، لما نتحدث عن طلال البلوشي، كرة منقولة. خارج أرضية الميدان تتحول إلى رمية تماس حاضرة لمصلحة المعذر. إبراهيم الصادق ينقل كرة أمامية في الطرف الأيسر باتجاه مصعب اللحام، لا تصل. دفاع المرخية يبعد أفضل حتى الآن. معذر على مستوى الانتشار، على مستوى الاستحواذ والتواجد جل فترات اللعب في ملعب المرخية. تعود الكرة بنقلة في الخط الخلفي حاضرة. محمد فؤاد تصل للأمين الصامت. تعود في الطرف الأيسر، أمامية ملعوبة خارج أرضية الملعب. تجاوزت الكرة الماضية إلى رمية تماس تتحول لمصلحة المرخية. وهنا أمامنا بيرل فيليب يعطي التوجيهات التعليمات. الرجل الذي يبحث مجددا عن العودة صحبة معذر إلى دوري نجوم قطر إلى الدرجة الأولى. هو يبدأ حتى الآن بشكل ممتاز في أول مباراتين. في المقابل سيلفيو إدليبرتو المدرب اللي يملك
خبرة كبيرة جدا في منافسات الدرجة الثانية، سبق وأن درب الشمال، درب الشحانية، درب المرخية أيضا في فترة من الفترات. تعود الكرة الطراقة من الطرف الأيسر، ممتازة هذه، ممتازة من أيوب الودراسي، يتوغل في منطقة الجزاء أيوب، وتدخل موفق في اللحظة الأخيرة ياسر المعمري، هنا ياسر راشد المعمري، تدخل في اللحظة الأخيرة بشكل ممتاز يوقف انطلاقة أيوب الودراسي السريعة. الكرة تتحول إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية تأتي أولى أو ثانية في اللقاء، وكلا الركنيتين لمصلحة معيذر، كدلالة عن أن معيذر يصل بشكل أفضل إلى ملعب المرخية. حتى الآن لدينا الركلة الركنية حاضرة عن يمين محمد منتصر، ركلة ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء حاضرة، أقرب إلى محمد منتصر، يقل كرة في الطرف الأيسر إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس تأتي لمصلحة المرخية. الكرة من الطرف الأيسر، يدون سيلفيو، يسجل ملاحظاته، يشاهد حتى الآن أن فريق تحت ضغط ربما من معيذر. وبالتالي يحاول أن يجد الطريقة اللي ممكن أن يتماسك بها في الخلف ويبحث عن التقدم بعد ذلك. كرة بنقل عموما تعود حاضرة لمصلحة المرخية من الطرف الأيمن، تطول من أمام محمد حارس اللاعب الذي بدأ كرة القدم مع نادي الغرافة. محمد حارس يملك كرة، يعيد الخلفية، كان مع نادي الشمال في الموسم الماضي، تعود إليه مجددا محمد، يقل كرة بينية ممتازة الآن للمرخية إريك دي أوليفيرا. الكرة ممتازة، الكرة ممتازة الماضية، وعبد العزيز علي يظهر على الصورة بشكل ممتاز. عبد العزيز لاحظ الكرة من الطرف الأيسر، لعبت من دي أوليفيرا وصلت إلى فهد العنزي اللي سدد كرة وينقذ عبد العزيز علي، يحول اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية تأتي، ركلة ركنية تأتي لمصلحة المرخية. ملعوب الكرة في منطقة الجزاء، محاولة بالرأس تبعد، ما زالت قائمة، تبعد من دفاعات معيذر، تعود في الطرف الأيمن، بكرة منقولة لكنها أقرب إلى حارس المرمى محمد منتصر، يقل كرة في وسط الميدان. يبدأ الآن المرخية ربما يتحرر من الأداء الدفاعي، سيبدأ بالتحرك إلى الأمام بمحاولة الهجوم. منقولة الكرة إلى وسط الميدان لمصلحة المرخية، تعد خلفية، بانطلاقة فهد العنزي، يلعب كرة بينية لكنها تقطع أيضا من دفاعات معيذر. وسط الميدان النقلة الماضية صافرة وخطأ، وركلة حرة ثابتة أيضا تأتي، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء تظهر ضد ياسر راشد المعمري. هنا
يتحصل على البطاقة الصفراء ياسر المعمري في تدخل الأخير لاعب نادي المرخية. ركلة حرة ثابتة. فيها تصويبة لكنها إلى خارج أرضية الميدان. تتحول إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى تأتي. لمصلحة المرخية تبقى الكرة في الطرف الأيسر إلى خارج أرضية الميدان. إلى رمي التماس. تعود بينية مجددا حاضرة لمصلحة المرخية. التصويبة في اللقطة الماضية كانت حاضرة المرخية. عبد العزيز علي مجددا يتصدى. عبد العزيز وسنين التألق بطبيعة الحال لن ينساها صحبة فهود الغرافة في الفترة التي تسيد فيها الغرافة البطولات المحلية. كان عبد العزيز علي أحد تلك الأسماء الحاضرة ببسالة في الذود عن مرمى الفهود. حاضر حتى اللحظة عبد العزيز علي حاليا في حماية عرين معيذر. وركلة ركنية تأتي لمصلحة المرخية. ركلة ركنية للمرخية ملعوبة في منطقة الجزاء. الكرة الماضية أيضا أبعدت عدة ومرت إلى خارج أرضية الميدان. تتحول إلى ركلة ركنية ثالثة. لاحظ الآن ثلاث ركنيات تتحصل عليها المرخية اللي طبعا بدأ بشكل دفاعي لكنه يعود الآن إلى التقدم للأداء الهجومي. القائد إريك دي أوليفيرا هو من يتقدم لتنفيذ الكرات الثابتة. ملعوبة للمصلحة المرخية. الركنية على القائم القريب. أخذها مدحت مصطفى براسة. كانت تحتاج تكة شوي من القائم القريب. حاول أن يلعبها براسة بحيث أنها تصل للقائمة البعيدة تلف. لكن كرة مرت بجوار القائم. تحولت إلى ركلة مرمى تاتي. ركلة مرمى تاتي لمصلحة معيذر. الأسبوع الثالث لدينا طبعا المرخية ومعيذر. الوكرة والشمال إضافة إلى المسامير والبدع. منقولة الكرة تعود أمامية بينية ممتازة لمصلحة معيذر. تنقل بانطلاقة مجددا على مشارف المنطقة. واضح أن أعتقد المنافسة يبدو من أول جولتين ستكون ثلاثية. معيذر المرخية والوكرة لأن عندنا مسامير والبدع حتى الآن جولتين بدون أي رصيد نقاط بخسارتين. الوكرة ثلاث نقاط وهنا معيذر والمرخية ست نقاط. وبالتالي متوقع أن تكون المنافسة من أجل الصعود ثلاثية. تدخل في اللقطة الماضية ضد أيوب الودراسي. الصافرة حاضرة. خطأ وركلة حرة ثابتة أيضا تأتي. لمصلحة معيذر ركلة حرة ثابتة. ركلة حرة ثابتة حاضرة.
لمصلحة معاذر. مقولة تعود خلفية لمصلحة المرخية. بعرضية في منطقة الجزاء تعود النقلة مجددا. المرخية الآن في وضعية هجومية حاضرة الكرة من الجبهة اليمنى تنقل لكنها مرت أيضا. مرخية يهاجم ومعيذر يدافع. وكرة من الطرف الأيمن. تعود حاضرة وسط الميدان طلال إلى أدن علي في الجبهة اليسرى. خلاص البدايات ربما معيذر حاول أن يهاجم من البداية لكن خلاص ما وصل. المرخية الآن هو من يستلم زمام المبادرة الهجومية وهنا التصويبة. محمد حارس يسدد كرة يستقبلها وبقدمه اليسرى يسدد تصطد بدفاعات معيذر والكرة إلى خارج أرضية الميدان تتحول إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية حاضرة لمصلحة معيذر. دي أوليفيرا يلعب على القائم القريب والدفاع يتدخل والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان إلى خامس الركلات الركنية. يعتبر رقم مرتفع بالنسبة للمرخية في حصول على الكرات الثابتة والركلات الركنية لكن لا تستثمر حتى الآن. حاضرة مجددا عند إيريك دي أوليفيرا ينقل كرته والعائد مامادو من أجل أداء الأدوار الدفاعية يبعد. تعود مجددا أيوب الودراسي لمعيذر في الطرف الأيسر ينقل كرته في المساحة. يا سلام هذه أخطر. ما فيها راية. أوه أحمر مباشر دون تردد يا محمد يا منتصر. اللقطة الماضية ارتدادة مثالية جدا رائعة لمصلحة معيذر على دفاعات المرخية. محمد منتصر يخرج من مرمى المهاجم مامادو يسدد كرة تصطد يبعدها بقبضة يده. حارس هنا مامادو. طيب يا رجل مر يعني هو ربما استعجل. أعتقد أنه استعجل نوعا ما مامادو. إيه نعم يعني يكسب الآن أن حارس المرمى يطرد وبالتالي المرخية سيلعب ناقص عدديا لكن لو سجل أفضل أمام حارس مرمى كان بإمكانه أن يمر منه وبعد ذلك قادر على التسجيل. لكن في اللقطة الماضية اندفاع وتهور ربما بالنسبة للاعبي المرخية من نصف الملعب تقريبا. مامادو منفرد. مامادو لمين من نصف الملعب تقريبا انفرد في اللقطة الماضية ويطرد محمد منتصر. وبالطبع يأتي التبديل الآن راح يدفع بالحارس الاحتياطي ماجد الشيباني اللي راح يستعد للنزول في تشكيلة المرخية. الأفضلية الآن ستذهب لمعيذر بحكم الزيادة العددية أعتقد. يستثمر هذه الزيادة العددية أو لا راح نتابع ونشاهد. لكن في الكرة الأخيرة بالمناسبة يعني اللي عمل هذه الأفضلية لمعيذر اللي عمل هذه الخطورة لمعيذر هو أيوب الودراسي وخطأ لاعبي المرخية. يعني الأيوب استلم الكرة
جو تقريبا 3 لاعبين لو ترجع لنا اللقطة ضغطوا على أيوب، مع ذلك سمحوا لأنه يمرر، هو بقتالية مرة الكرة قبل أن تتجاوز خط التماس، وكانت الخطورة بعد ذلك والانفراد لمامادو. كرة وتمريرة أيوب الودراسي هي كلمة السر في الخطورة هذه وفي الطرد وفي الوضعية الآن اللي يعيش المرخية. 3 لاعبين ضغطوا، يجب أن ما تمر الكرة بخارج الملعب أو تقطع، لكنها تمر وتعدي كان خطأ في الضغط، خصوصا أنت تتحدث أنك تريد أن تمنع ارتداد ضدك. تعلم جيدا أن كل لاعبيك مندفعين في ركلة ركنية. عموما يطرد محمد منتصر، ينزل الآن أرضية الميدان ماجد الشيباني، واللي يغادر خارج أرضية الملعب محمد حارس، يسحب المهاجم محمد حارس، يدفع بالحارس البديل الآن ماجد الشيباني، وركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة معذر. الركلة يعني نوعا ما تقريبا 25 متر عن مرمى المرخية، الكرة ممكن انها تسدد مباشرة، ممكن ترسل ساقطة واستغلال الكرات الهوائية، لكن عندنا ايوب الودراسي ولدينا مصعب اللحام يجيد تنفيذ الكرات الثابتة. ايوب حاضر، اعتقد هو الاقرب لتسديد الكرة القادمة لمصلحة معيذر. ايوب وماجد الشيباني في المكان الصح، واقف في المكان الصح حارس المرمى البديل ماجد الشيباني، يتدخل ويمسك بالكرة الماضية. تعود النقلة عدن علي، الآن زيادة عددية وأفضل أفضلية من ناحية الزيادة العددية لمعيذر، والمرخية سيكون عليه أن يعوض النقص العددي، يهاجم مجددا فهد لعنتي. في فترة أساسا كان المرخية أفضل على مستوى التقدم والهجوم. تعود النقلة، عموما المدرب سيلفيو ديلبيرتو يختار أن يسحب مهاجم ويدفع بحارس المرمى. فهد لعنتي في الطرف الأيسر يحاول التقدم والمرور، دفع كان حاضر ضده أيضا. الصافرة والخطأ والركلة الحرة الثابتة التي تأتي لمصلحة المرخية، ركلة حرة ثابتة عن يمين عبد العزيز علي قريبة من مرمى معيذر. منقولة الكرة خطيرة، خطيرة كانت للمرخية، مرت من أمام لاعبين اثنين كان ممكن أن تشكل خطورة أكبر، لكنها عدت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. تعود مجددا إلى سادس الركلات الركنية الكرة الآن لمصلحة المرخية. منقولة في منطقة الجزاء خطيرة، ما زالت قائمة، فهد يسدد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة ركنية مجددا تأتي لمصلحة المرخية. رغم النقص العددي إلا أن المرخية يواصل أداء الهجومي، يواصل ضغطه وبحث عن أول الأهداف. ركلة ركنية مجددا حاضرة لمصلحة المرخية. منقولة في منطقة الجزاء تبعد من مامادو، لكن ما زالت قائمة. فهد العنزي في الطرف الأيمن يحاول المرور، فهد يلعب الكرة العرضية، وحارس المرمى عبد العزيز علي بمبدأ الأمان أيضا يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان إلى ركنية أخرى. يعني فقط الآن في ظرف هذه الدقائق 3 ركلات ركنية على التوالي، قبل 4 7 ركلات ركنية يتحصل عليها المرخية ولا واحدة حتى الآن أثمرت.
ملعوبة الكرة في منطقة الجزاء. الله الله إريك دي أوليفيرا حاول فيها في أكثر من لقطة. نحن لا نشاهد هكذا دائما أهداف يا أوليفيرا، هكذا أهداف لا نشاهدها تتكرر دائما. شخصيا ما شاهدتها لدينا في ملاعبنا. التسجيل من الركنية إريك دي أوليفيرا بريرا. ارقص يا رجل، الهدف هذا لا يسجل باستمرار من الركلة الركنية، تنجح في الوصول والتسجيل للمرخية. لاحظ دي أوليفيرا لعبها وخطأ عبد العزيز علي وفي شباك مئذر. هدف أول للمرخية، هدف أول للمرخية. المرخية يعني يلعب ضد الظروف ويلعب ضد النقص العددي، وبعد سبع ركلات ركنية أخيرا أوليفيرا يقول خلاص ما عاد سأرسلها أنها تلعب بالرأس، أنا هذه المرة راح أتكفل أني أرسلها مباشرة إلى شباك عبد العزيز علي. كان له ما أراد. المرخية بأول الأهداف يتقدم الآن بهدف مقابل مطرود منه لاعب حارس المرمى ناقص عدديا، كان يتوقع أنه سيعاني في الدقائق الماضية، كان يتوقع أن معذر سيهاجم، معذر سيحاصر المرخية، سيستثمر النقص العددي، لكن ثمة الشجاعة بالنسبة للاعبي المرخية. بعد الطرد مباشرة هاجموا، تحصلوا على ثلاث ركنيات متتالية، الثالثة دي أوليفيرا من الركنية مباشرة إلى الشباك. هدف أول للمرخية، هدف أول للمرخية. عموما اللعب يتوقف لمدة دقيقة الآن بقرار حكم المباراة من أجل شرب المياه حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للجفاف لا قدر الله. في الأخير حماية اللاعبين هي المهمة الأولى. بيرل فيليب سيجري أول تبديلاته. محمد عاطف يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. محمد عاطف من يغادر هو أحمد سليم. أحمد سليم إذن إلى خارج أرضية الملعب، ومحمد عاطف هو اللاعب البديل. تبديل سريع ربما يأتي من بيرل فيليب. هو استانس نوعا ما لما طرد حارس مرمى المرخية على أساس أنه ستكون له أفضلية الزيادة العددية، لكن الآن يستقبل أول الأهداف. كيف سيرد معذر؟ نتابع نراقب نشاهد. كرة بنقرة في الخط الخلفي حاضرة لمصلحة معذر. لاحظ الآن المرخية يلعب بأربعة أربعة واحد، أربعة في قلب في خط الظهر، أمامهم أربعة في وسط الميدان، ولاعب وحيد فقط في الخط الأمامي اللي هو إريك دي أوليفيرا مطرود من اللاعب، وبالتالي طبيعي أن يحاول أن يغلق المساحات في ملعبه في الخط الخلفي. كرة ملعوبة فيها التدخل، فيها الصافرة وخطأ أيضا وركلة حرة ثابتة. متابعينا مشاهدينا تأتي الآن. ركلة حرة ثابتة ملعوبة في منطقة الجزاء، تبعد من حارس المرمى. تعود بركلة مرمى حاضرة لمصلحة المرخية عند الحارس البديل ماجد الشيباني. هذا ما تحدثت عنه، مامادو لامين دياوارا الخطأ انه سدد الكرة، استعجل، كان عليه ان يسجل هدف. هو الافضل، هو الافضل له ولفريقه، لانه مو شرط ان الفريق اللي يكون ناقص عدديا ستنتصر عليه، لا، الافضل انك اضمن تسجيل الهدف. هو استعجل في التسديد. محمد منتصر انقذ الوضع بأن لامس الكرة بيده، ضحى بالطرد وتلقي البطاقة الحمراء وبركلة حرة ثابتة. بعد ذلك خطأ لم يستثمر بالنسبة لنادي معذر. جانب من الجماهير الصغار الحاضرين هنا في مدرجات سعود بن عبد الرحمن. نقلة أمامية ملعوبة تبعد تعود
مجددا لمصلحة المرخية فهد علي يقطع بشكل ممتاز. عدن علي السلام لكن كرته في الأخير طالت وإلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى رمي التماس لمصلحة معيذر. 10 دقائق أخيرة متبقية قبل النهاية والختام لشوط اللقاء الأول. متابعينا مشاهدينا الكرام، إلى ركلة ركنية تأتي. ركلة ركنية حاضرة لمصلحة معيذر. المرخية من ركنية سجل هدفها الوحيد في اللقاء حتى الآن. الركنية الآن حاضرة لمعيذر، تنفذ بشكل قصير، تعود الآن عرضية في منطقة الجزاء خطيرة. برافو مدحت مصطفى بخبرة السنين، يتدخل ويبعد الكرة الماضية. منقولة الكرة منطقة الجزاء، برافو ماجد الشبالي. الآن أكثر من كرة يتصدى لها ماجد، خلاص هذا الأمر راح يعطي أعتقد دفعة معنوية. تعود الانطلاقة من الطرف الأيمن حاضرة، فيها تدخل وسقوط. حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم يشير بالاستمرار. النقلة المعيذر أمامية، سلامات إن شاء الله، سلامات لاعب المرخية اللي واقع على أرضية الميدان. عبد الرحمن جاسم يتحدث إلى دي أوليفيرا، أعتقد أن في اللقطة الماضية تقريبا حدث اعتراض واحتجاج من ماركو دو أوليفيرا، وبالتالي عبد الرحمن الجاسم يكلمه يقول له ما في احذر. راح يكون هذا الانذار الشفوي الاخير، بعد ذلك سيرجع الى البطاقات الملونه. عموما في لاعب من لاعبي المرخيه واقع على ارضيه الميدان، وربما يعني كانت المطالبه بايقاف اللعب بخطا ما احتسب الخطا، واللعب لم يتوقف اللعب. والسلامات ان شاء الله. هنا امامنا الكره اللي على اثرها طبعا أسامة العون يتعرض للإعاقة للسقوط، ولا قرار من عبد الرحمن الجاسم اللي أمر بالاستمرار. تعود الكرة برمي التماس من معيذر، تعاد إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمي التماس مجددا لمصلحة المرخية. منقولة الكرة أمامية، تصل لمهن مهدي خالف وسط الميدان، كانت للبديل محمد عاطف، يعيدها في الطرف الأيمن. محمد فؤاد ينقل كرة في الجبهة اليمنى للامين ساميت اللي يتعرض للإعاقة للسقوط للخطأ، والركلة الحرة الثابتة تأتي لمصلحة معيذر. ركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة معيذر الآن. منقولة بير الفليب، ما هو راضي عن أداء فريقه حتى الآن، ما هو راضي عن أداء فريقه حتى الآن.
سلامات إن شاء الله. سلامات فهد العنزي اللي يسقط الآن على أرضية الملعب. فهد العنزي بالسلامة إن شاء الله. سلامات فهد العنزي ينقل الى خارج ارضيه الميدان الان لتلقي العلاج اللازم. اخر خمس دقائق متبقيه قبل نهايه الوقت الاصلي لشوط المباراه الاول. متابعينا مشاهدينا المرخيه رغم النقص العددي يتقدم بنتيجه اللقاء بهدف مقابل لا شيء. كرة منقولة من الجبهة اليسرى. خطأ وركلة حرة ثابتة. تعود منقولة. مجددا حاضرة في وسط الميدان للمعيذر تنقل في الطرف الأيسر. يحاول في الكرة الأخيرة إسلام ياسين اللحاق بالكرة لكن أطول من اللازم. إلى ركلة مرمى حاضرة لمصلحة المرخية الذي يؤدي حتى الآن مباراة ممتازة للأمانة في شوط المباراة الأول. يعني رغم النقص العددي أساسا لم نشعر وبعد النقص العددي المرخية سجل لهدف التقدم رغم أن مطرود منا حارس مرمى. مع ذلك معيذر لم نشعر له أي أداء هجومي صلب لا بعد الطرد ولا بعد الهدف. المرخية متماسك بشكل ممتاز ومعيذر عليه أن يختار حلول. أفضل محاولات الوصول. تعود النقلة في وسط الميدان مجددا حاضرة. في الجبهة اليسرى إلى خارج أرضية الميدان. بنقلة أمامية. تعود اللي محمد فؤاد. لمصلحة أيوب الودراسي. معيذر الآن يستحوذ على الكرة لكنه ما زال استحواذ سلبي. لا يصل ولا يصنع الخطورة. في الطرف الأيسر إبراهيم الصادق يلعب كرة عرضية تصطد بأسامة العون. عبد الرحمن الجاسم يشير إلى وجود خطأ. لمسة يد وخطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة معيذر. ركلة حرة ثابتة. ركلة حرة ثابتة حاضرة.
لمصلحة معذر. ملعوبة كانت أمام منطقة الجزاء، تبعد تعود بانطلاقة من الطرف الأيمن، المساحة حاضرة، ممكن الارتداد الآن للمرخية، للمرخية من الطرف الأيمن، العرضية فهد العنزي، الله الله، برافو لامين ساميت للأمانة، برافو لامين، برافو لامين، العودة الدفاعية السريعة في توقيت مثالي، لاحظ المرتدة لعبوها بشكل ممتاز، بشكل ممتاز، المرخية العرضية في مكان رائع، ولامين ساميت الظهير الأيمن لمعذر اللي تحول لقلب، إيه خلاص فهد لهنزي كان ينتظر، فهد لهنزي كان ينتظر العرضية الماضية، كان ممكن أن يكون الثاني للمرخية، أن تصعب الأمور أكثر على معذر، لكن لامين ساميت تدخل جدا رائع موفق، يبعد الكرة إلى ركنية حاضرة مجددا لمعذر، خطيرة للمرخية، خطيرة للمرخية مجددا، والله دي أوليفيرا إريك شغال عدل في تنفيذ الركلات الركنية، لاحظ هذه الكرة مجددا للاعب البرازيلي إريك دي أوليفيرا، عدت بخطورة أيضا وبعدت قبل أن تصل إلى مدحت مصطفى، تعود إلى ركلة ركنية مجددا حاضرة لمصلحة المرخية، هذه المرة نفس المكان، هذه المرة نفس المكان اللي سجل منه الهدف إريك دي أوليفيرا، نفس مكان الركنية، يتقدم يلعبها خطيرة مجددا، تبعد من الدفاع، تعود البحث عن ارتدادة سريعة لمعيذر في الطرف الأيسر، طارت من أيوب الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمي التماس، كرة كانت حاضرة من الطرف الأيمن، فيها تدخل وفيها صافرة ورمي التماس لمصلحة المرخية، عموما خمس دقائق أشار عبد الرحمن الجاسم إلى أنها وقت بدل ضائع، تعود النقلة لمصلحة المرخية أو لمعذر، عبد العزيز علي ينقلها أمامية، إريك دي أوليفيرا يحاول التقدم والمرور، الكرة في الأخير إلى خارج أرضية الميدان، خمس دقائق وقت بدل ضائع لشوط المباراة الأول، أعتقد فعلا تقدير سليم لأن وقت طرد الحارس والتبديل وحتى جهز الحارس البديل ويعني أخذت وقت، فهد العنزي في الطرف الأيمن يحاول المرور، كرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية التماس لمعذر، حاضرة مصعب اللحام يملك كرة مصعب، يتقدم الآن يبحث عن زميل، بينيها تخذ لكنها ما تكتمل أيضا، مقطوعة للمرخية، أسامة العون في الطرف الأيمن، أسامة إلى إريك، إريك دي أوليفيرا، إريك يحاول التقدم والمرور ومحمد عاطف يتدخل يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية التماس، من الطرف الأيمن تعود إلى إسلام ياسين، لكن طالت اللقطة الأخيرة أيضا ويشير المساعد الأول طالب سالم المري هو اللي يرفع رأيه ويشير أن الكرة تجاوزت خط التماس وبالتالي هي رمية التماس لمصلحة المرخية، المرخية كلما كانت الكرة بحوزته كانت الأفضلية له، حيث أنه يتواجد الكرة تكون في ملعب معيذر بعيدا عن منطقة جزائهم المرخية، هذه الأمور هي المثالية بالنسبة له، عدن علي في الطرف الأيسر يملك كرة عدن، الدقيقة الأخيرة من الخمس دقائق وقت بدل ضائع والمرخية في وضعية هجومية، فهد العنزي من الطرف الأيمن يحاول فهد يفقد كرته، تعود الانطلاقة سريعة لمعذر من الطرف الأيمن، مامادو يتقدم، مامادو مدحت مصطفى، برافو
يغطي بشكل ممتاز مدحت مصطفى الى طلال البلوشي. لاعبي الخبره الان سيكون لهم دور، سواء مدحت مصطفى، طلال البلوشي، فهد العنزي، ادم علي، كل هؤلاء سيكون لهم دور. الله يا رجل، 20 ثانية يا مامادو، ويصفر عبد الرحمن الجاسم، لكن يرفض مامادو، يرفض معيذر أن يذهب إلى غرف تبديل الملابس متأخرا بنتيجة اللقاء. التعديل يأتي في وقت قاتل لشوط اللقاء الأول. برافو أيوب، العرضية، يا سلام يا سلام، لعبة ممتازة. أيوب مر ونقل العرضية، ومامادو دون رقابة في الستة ياردة في اللقطة الماضية يحول عرضية أيوب في شباك المرخية. هدف التعديل 1-1. ومع هذا الهدف الآن أيضا متابعينا، عبد الرحمن الجاسم يطلق صافرة ختام ونهاية الشوط الأول من هذه المباراة المثيرة. شوط أول فيه هدفين، فيه طرد، فيه هدف من ركلة ركنية، فيه أحداث جدا جميلة ورائعة في هذا الشوط، اللي أعتقد مزيد من الحديث الفني سيكون حوله بطبيعة الحال عند الزميل العزيز عبد الله العمادي وضيوف الكرام إلى هناك. مشاهدينا، عودة مجددا هنا إلى استاد سعود بن عبد الرحمن. الشوط الثاني ما بين المرخية وما بين معيذر، شوط أول ربما شاهدنا فيه الكثير من الأحداث اللي أحيانا ممكن تمر مباريات ومباريات ما تشاهدها. إحنا شاهدناها في شوط أول ما بين المرخية وما بين معيذر، شاهدنا هدفين، لكن غير الهدفين شاهدنا طرد حارس المرمى، السيبك من كذا، شاهدنا هدف يسجل من ركلة ركنية، شاهدنا محاولات كانت حاضرة ومباراة ممتعة للأمانة في الشوط الأول. نتمنى أن تكون كذلك هنا مع الشوط اللقاء الثاني ما بين المرخية ومعيذر. المرخية يقدم مباراة كبيرة للأمانة، رغم النقص العددي ورغم الطرد سجل هدفه بعد الطرد، وصنع أكثر من فرصة أيضا بعد الطرد، واستقبل هدف التعديل في الثواني الأخيرة والرمق الأخير لشوط المباراة الأول. كرة منقولة، طبعا اللي ينطلق الشوط الثاني المرخية اللي ياتي على يمين السادة المتابعين في الشوط الثاني بألوان البيضاء. حراسة المرمى لماجد الشيباني بعد طرد. حارس المرمى الأساسي محمد منتصر، هنا أمامنا يونس محمود وعلي مجبل. علي مجبل يعرف هذا الملعب جيدا، هو أحد اللي بدأوا كرة القدم مع الوكرة وبعد ذلك تنقل كثيرا، وكان حاضر بالمناسبة مع المرخية في الموسم قبل الماضي عندما أهل المرخية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وكان حاضر في الموسم الماضي مع المرخية أيضا في الدرجة الأولى علي مجبل. لكن المرخية بتشكيلة ماجد الشيباني حراسة المرمى، أسامة العون، مدحت مصطفى، فهد العنزي، إريك دي أوليفيرا، طلال البلوشي، ياسر المعمري، أدن علي، عبد العزيز عادل، وحمد السعيد. هي تشكيلة المرخية اللي ناقص عدديا بعد طرد حارسة، لكن لدينا هجوم المرخية في الطرف الأيسر إلى فهد العنزي. فهد ينقل إلى دي أوليفيرا، أوليفيرا، يا سلام يا سلام، لعيب 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 برازيلي أصلي في المهارة الماضية، إريك دي أوليفيرا. لاحظ الاستقبال بمهارة، المرور، يا سلام، التصويبة على الطاير، مرت بجوار القائم، مرت بجوار القائم، ركلة مرمى لمصلحة معيذر. معيذر على اليسار، عبد العزيز علي حراسة المرمى، لدينا محمد فؤاد، مهدي خالص، لامين سامية، إسلام ياسين، أيوب الودراسي، مصعب اللحام، إبراهيم الصادق، هشام كمال، مامادو لامين، ومحمد عاطف.
ملعوبة الكرة. برمي التماس من الطرف الأيمن إلى ركلة مرمى. أو ركلة ركنية تأتي لمصلحة معيذر. خطأ وركلة حرة ثابتة. أيوب الودراسي على تنفيذ الخطأ القادم. الركلة الحرة الثابتة أيوب. الثاني لمعيذر. الثاني لمصلحة هو نفسه. مامادو لميم ديوارا لاعب معيذر سجل في الثواني الأخيرة للشوط الأول. يسجل في الدقائق الأولى للشوط الثاني. يقلب الطاولة على المرخية. يضع معيذر في المقدمة الآن. الكرات الثابتة سر الأيوب الودراسي نقلها وهو اللعب الرأسية الأولى. ما دشت بإصرار مامادو إلا يسجل في الكرة الماضية. فعلا يتمكن الرأسية ما كملت لكنه تابع كرته وسدد في الشباك الخالية من حارس المرمى. وهدف ثاني يأتي لمعيذر. بهدفين مقابل هدف. الآن معيذر يتقدم زعلان. سيلفيو ليبرتو زعلان لأن أنت لما تكون ناقص عدديا ومتقدم في النتيجة هذا وضع ممتاز. يعني عندك أمل أنك تخرج على أقل تقدير بالتعادل. إن لم يكن الانتصار هو الوضع الأفضل لكن الآن يتأخر بالنتيجة. مطالب بالهجوم مطالب بالتسجيل والوضعية الصعبة في ظل النقص العددي. كرة بنقلة. حاضرة. تصويب. يا سلام. إريك دي أوليفيرا أعتقد إن كان من وصول ومن حل بالنسبة للمرخية في التسجيل. إريك دي أوليفيرا قد يكون هو الحل والمخرج من خلال تسديداته تصويباته من خارج المنطقة. هنا التسديدة الأخيرة عدت ومرت بجوار القائم. تعود النقلة خلفية لمصلحة معيذر. مجددا في وسط الميدان. بانطلاقة خطيرة عرضية ممتازة للمرخية إلى خارج أرضية الملعب. منقولة الكرة أمامية تعود مجددا. حاضرة. بكرة مجددا. للمرخية. لمعيذر
حاضر الكرة إلى مهدي خالص، ينقل في الجبهة اليسرى. إبراهيم الصادق يملك كرة. إبراهيم تعود النقلة. لأم عذر من الجبهة اليمنى. إلى ركلة مرمى تتحول مباشرة لمصلحة المرخية. ماجد الشيباني، من الأوراق اللي عنده سيلفيو ديليبرتو موجودة على الدكة لكن صعب أن يغامر. هو سحب مهاجم محمد حارس، عند محمد الناصر، عند عبد الله الهاجري، حمود اليزيدي، سفر ريزل السمارة، أحمد مفيد، وعبد الكريم أحمد. هذه الأسماء اللي موجودة عند سيلفيو ديليبرتو في دكة البدراء، قد يستعين بأحدهم في قادم وقت المباراة. وربما الكرة بخطأ، ركلة حرة ثابتة تنفذ. طلال إلى أدن، ينقل كرة ساقطة، تبعد، تعود إلى طلال علي مجددا لنقلة أمامية. أسامة العون يلعب كرة لكنها أيضا خاطئة. أسامة العون يحاول، حل متاح أمام المرخية، التسديد من خارج المنطقة، يحاول هنا ويجرب حظه أسامة العون، يسدد كرة بقدمه اليمنى لكنها بعيدة مباشرة إلى خارج أرضية الميدان، تتحول إلى ركلة مرمى. ياسر المعمري يقاتل على كرة في اللقطة الماضية، السقوط والخطأ والركلة الحرة الثابتة للمرخية تنفذ سريعة. تعود النقلة، إريك دي أوليفيرا يقل كرة أمامية لكنها إلى خارج أرضية الميدان، تعود سريعا لمصلحة معذر في الطرف الأيمن. أسرع الآن أيوب الودراسي، أيوب يملك كرتها، ممكن المرور أمام أدن علي، أيوب يحاول، وبرافو أدن، برافو أدن علي، أيضا الوقوف بشكل ممتاز. تعود النقلة في الطرف الأيسر، حاضرة مجددا فهد، تدخل ضده، صافرة وخطأ، وركلة حرة ثابتة تأتي، ركلة حرة ثابتة لمصلحة المرخية. مرخية ربما يكون الحل والمخرج أمامهم من خلال الكرات الثابتة، تأتي الآن حاضرة. إريك دي أوليفيرا على تنفيذ الركلة الحرة الثابتة القادمة لمصلحة المرخية. يقلها مباشرة في منطقة الجزاء، ملعوبة تسديدة لكنها عدت ومرت أيضا وابعدت. تتحول إلى خارج أرضية الميدان إلى رمي التماس لمصلحة معذر. هنا التدخل الأخير ضد أيوب الودراسي، الخطأ والركلة الحرة الثابتة أيضا تأتي لمصلحة معذر. في الطرف الأيسر إبراهيم الصادق يملك كرة. إبراهيم خلفية لكنها مقطوعة،
في الجبهة اليسرى باتجاه فهد العنزي. فهد يحاول التقدم، يحاول المرور، فهد تغيير اتجاه اللعب مباشرة في الطرف الأيمن. ممتازة ممتازة الكرة الماضية من فهد علي، الاختراق لمصلحة المرخية. إيريك يا سلام، يسارية ممتازة من إيريك اللقطة الماضية، لكن أيضا والتسديدة مرت وعدت إلى خارج أرضية الميدان. الكرة والنقلات كانت رائعة لمصلحة المرخية، وهوبا إيريك دي أوليفيرا، لكنها تفتقد للدقة الكرة الأخيرة وإلى خارج أرضية الميدان، تتحول مباشرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المرخية. المعيذر تعود الانطلاقة من الطرف الأيمن خارج أرضية الميدان برمية تماس تاتي، تعود الانطلاقة عبد العزيز عادل، يحاول في الكرة الأخيرة لكن أيضا تدخل وصافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة المرخية. تبديل سيأتي في تشكيلة معيذر، خالد السكيبة راح ينزل أرضية الميدان، وإبراهيم الصادق هو من يغادر، أحد لاعبي الخبرة الميدانية الكبيرة بطبيعة الحال. خالد السكيبة سنين التألق كانت مع نادي قطر مع الملك القطراوي، قبل ذلك لاعب للشمال، ينزل الآن إلى أرضية الميدان كتبديل، وخيار آخر يأتي بالنسبة لخيارات بيرل فيليب مع معذر. خالد السكيبة منقولة الكرة أمامية للمرخية في منطقة الجزاء حاضرة، تعود من الطرف الأيسر لمصلحة معيذر. محمد فؤاد نقلة أمامية باتجاه مامادو، مدحت مصطفى يتدخل أيضا، وقبل ذلك صافرة وخطأ لمصلحة مدحت مصطفى. منقول الكرة في الخط الخلفي، فهد العنزي من الطرف الأيسر ينقل الكرة في وسط الميدان، أسامة العون إلى فهد مجددا، ينقلها فيها الجبهة اليمنى لكن خارج السكيبة على التغطية، طالت الكرة من أمامه تحولت إلى خارج أرضية الميدان. تعود النقلة فالطرف الأيمن مجددا حاضرة. يا سلام يا سلام، ياسر المعمري بشكل رائع في مروره الأخير، ينقل الكرة إلى إيريك دي أوليفيرا. إيريك يحاول التقدم، إيريك ينقلها إلى أدن علي في الجبهة اليسرى، أدن باتجاه فهد العنزي، ياخذ كرة فهد، يحاول التقدم والمرور، تغيير اتجاه اللعب في الطرف الأيمن مجددا، النقلة المرخية في هجوم، العرضية في منطقة الجزاء، إيريك يسارية إلى فهد، الخطورة قائمة، تصويبة خارج أرضية الميدان الكرة الأخيرة ما كملت لمصلحة المرخية، لكنها كانت محاولة ممتازة، يكسب من خلال المرخية الركلة الركنية. سيلفيو مقولة الكرة بركنية، هذه المرة تنفذ قصيرة. أدن علي في الطرف الأيسر يملك كرة أدن، لكن في صافرة أيضا حاضرة، في صافرة حاضرة، وركلة حرة ثابتة. ركلة حرة ثابتة للمرخية، سلامات إن شاء الله، سلامات لاعب معيذر اللي واقع على أرضية الميدان بالسلامة إن شاء الله.
السلام يقوم يكمل المباراة مع باقي الرفاق والزملاء. سلامات حوار اللاعبين في المباراة الصعبة للأمانة في ظروفها في مجرياتها على نادي المرخية اللي ناقص. هذه هي الكرة تسديدة أدن علي اللي اصطدت طبعا بلاعب معذر اللي يسقط الآن على أرضية الميدان. سلامات إن شاء الله إسلام ياسين هو اللي اصطدت فيه الكرة الأخيرة واللي واقع على أرضية الميدان واللي يغادر الآن خارج أرضية الملعب، لكن هذا هو الهدف الثاني لمعذر. ومامادو بقوة جسمانية في الكرات الهوائية، وربما الخروج كان فيه نوع خطأ من حارس المرمى ماجد الشيباني. اللاعب يستأنف إذن بإسقاط للكرة. الكرة كانت بحوزة المرخية ويتم إعادة الكرة فعلا للمرخية إلى فهد العنزي. يملك كرة فهد، ينقلها في الطرف الأيمن. مقولة في منطقة الجزاء، حاضرة الكرة خطيرة لكن عدة مرة تعود مجددا. تعود النقلة بعرضية في منطقة الجزاء كانت حاضرة أقرب إلى حارس المرمى أيضا. عبد العزيز علي يتدخل ويمسك. سلامات بطاقة صفراء تظهر هنا ضد أسامة العون في تدخل الأخير. هذا التدخل الأخير من أسامة العون مع مصعب اللحام. الصافرة تأتي والخطأ والركلة الحرة الثابتة أيضا. لمصلحة معيذر ركلة حرة ثابتة لمعيذر حاضرة الآن. كرة منقولة في الخط الخلفي. بانطلاقة عرضية ممتازة في منطقة الجزاء لمصلحة المعيذر. هنا الخطأ في التمرير تعود لمعيذر مجددا. إسلام ياسين، إسلام يملك كرة، إسلام يحاول المرور تقطع من أمامه أيضا. تعود مجددا نقلة في الطرف الأيسر. مصعب اللحام يرسل ساقطة مامادو ممتازة. الكرة الماضية لمامادو ممتاز. انتوا عطوا الكرة في منطقة الجزاء واتركوا الباقي. ما شاء الله بنية جسمانية مثالية من أجل الكرات الهوائية. مامادو لامين يلعب الرأسية الماضية الخلفية. شوف القائم الأيسر يتدخل في إبعاد كرة هدف ثالث كانت حاضرة لمعذر. وسلامات إن شاء الله. سلامات هنا عبد العزيز عادل لاعب المرخية اللي يسقط على أرضية الميدان. المباراة طبعا يعني المرخية المتوقع أن راح يستهلك فيها بدنيا على اعتبار أن ناقص عدديا يحاول أن يعوض هذا النقص العددي المرخية من خلال مجهود أكثر يبذل من اللاعبين. وبالتالي نشاهد مثلا في اللقطة الماضية عبد العزيز عادل اللي يسقط على أرضية الميدان دون احتكاك مع أي من اللاعبين، وإنما بسبب المجهود البدني الكبير اللي يقدم من لاعبي المرخية. وبالتالي توالي الوقت أعتقد ونحن نقترب، كلما اقتربنا من النهايات الأفضلية البدنية ستكون لمصلحة معذر. ركلة مرمى حاضرة لمصلحة المرخية تنقل أمامية.
بانطلاقة أدن علي بالكعب لكنها خاطئة أيضا لا تصل إلى فهد العتيبي. فهد العنزي نقلة مجددا تأتي في الخط الخلفي لمعيثر وسط الميدان محمد عاطف يعد خلفية تصل إلى مهدي خالص. مهدي يملك كرته في الطرف الأيسر إلى خالد الزكيبة. خالد الزكيبة يعيد كرة خلفية لمحمد عاطف. تعود في الطرف الأيمن أيوب الودراسي. يقل الكرة في الطرف الأيمن بالكعب يحاول في اللقطة الماضية لامين سامت اللي كان له تدخل جدا موفق. في الانطلاقة أو في إنقاذ هدف كان تقريبا شبه محقق للمرخية لكن انقذ اللاعب لامين سامت. تعود لأدن علي في الطرف الأيسر. ينقل كرة أمامية مامادو. في تبديل آخر يأتي عبد العزيز عادل يغادر خارج أرضية الميدان وعبد الله الهاجري هو اللاعب البديل. عبد الله فهد الهاجري إذن اللي أمامنا الآن على الصورة ينزل أرضية الملعب بديلا لعبد العزيز عادل في ثاني التحركات والتبديلات في تشكيلة المدرب سيلفيو ديلبيرتو. وأمامنا محمد منتصر حارس مرمى المرخية اللي طرد في شوط المباراة الأول. خطأ رمي التماس على ما يبدو يشير إليه عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء ويعترض لاعبي المرخية هنا طلال البلوشي. رمية التماس حاضرة لمصلحة معيذر. تعود الكرة بنقلة في الطرف الأيمن. مقولة ياسر المعمري يقود انطلاقة مجددا للمرخية. يقل الكرة في الطرف الأيمن. محمد حاول في الكرة الأخيرة لكن أيضا الكرة تقطع. تعود النقطة في الجبهة اليمنى حاضرة. في الجبهة اليسرى إسلام بقدمه اليسرى يسدد كورة إلى خارج أرضية الملعب تتحول مباشرة إلى ركلة مرمى. ركلة ركنية. عبد الرحمن الجاسم وبراية طالب المري يشير إلى أنها ركلة ركنية. لأنها اصطدت بلاعب المرخية وبالتالي تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة معيذر. كرة منقولة داخل منطقة الجزاء لكنها عدت ومرت.
تعود الانطلاقة مجددا. إريك دي أوليفيرا يملك كرة، إريك يقل باتجاه فئة العنيزة لكن التمريرة والنقلة خاطئة تقطع المعيدة. أحيانا بعض التمريرات البسيطة يعني الزميل جنبك سلم صح، فقدان الكرة بطرق سهلة يكون مكلف للفريق، خصوصا وأنك أنت أساسا تريد أن توفر أي مجهود بدني بفعل الطرد اللي حاصل والنقص العددي اللي حاصل في الفريق. كرة منقولة تعود في وسط الميدان، أدن علي يبعد إلى فهد العنزي، فهد يملك كرة، يتقدم الآن فهد يبحث عن زميل عن محاولة مرور، نقلة تصل إلى البديل عبد الله الهاجري يسدد كورة عبد الله من بعيد سهلة سهلة تصل إلى حارس المرمى. إلى خارج أرضية الميدان برمية تماس حاضرة، هنا عبد الرحمن الجاسم يوقف اللعب قبل النهاية بربع ساعة متابعينا مشاهدينا الكرام من أجل شرب المياه بالنسبة للاعبين حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للجفاف. الشوط الأول الدقيقة اللي توقف فيها اللعب يومها كان مع هدف الإريك الأول للمرخية، الهدف الجميل والرائع اللي سجله من ركلة ركنية، لكن طبعا الآن المرخية بعد ذلك الهدف استقبل هدفين ويفقد مفعوله خلاص، لأنك متأخر بالنتيجة يعني خسران بالنتيجة اللقاء حتى اللحظة حتى اللحظة. هناك متبقية تقريبا 14 دقيقة على الوقت الأصلي، هذا وقت ممكن أن تحدث فيه الكثير من المتغيرات. نهاية الدقيقة من أجل شرب المياه متابعينا مشاهدينا الكرام. ورمي التماس تنفذ سريعة لمصلحة المرخية. تعود الانطلاقة من الطرف الأيمن. حاضرة مجددا. فيها محاولة تقدم ومرور تنقل لمصلحة معذر، ما زالت قائمة وللمرخية إلى خارج أرضية الميدان. الكرة إلى رمية التماس من عبد الله الهاجري البديل في شوط اللقاء الثاني. رمية التماس تأتي لمصلحة المرخية من الطرف الأيمن. كرة معقولة في الطرف الأيسر خطيرة خطيرة لمصلحة معيثر على التغطية مدحت برافو. أدن علي يبعد ما زالت قائمة. محمد عاطف يلعب كرة ساقطة إلى مامادو في الطرف الأيسر ما فيها راية، لم يكن متسلل مامادو يملك كرته. منقولة عرضية لكنها أقرب أيضا إلى حارس المرمى ماجد الشيباني.
سلامات إن شاء الله. سلامات لاعب المرخية حمد سعيد الواقع الآن على أرضية الميدان. سلامات يا حمد. مجهود كبير هنا. كرة الأخيرة اللي طالت من أمامه وأيضا شوف يسقط بدون أي تلاحم مع لاعب آخر، هذا يدل لك على أن القضية قضية مجهود بدني كبير يقدم من لاعبي المرخية، عدم الجاهزية البدنية الكاملة بالنسبة للاعبين لسه بداية موسم. احنا نتحدث عن الجولة الثالثة فقط لبطولة الدرجة الثانية، ويبدو أن معذر قد في طريقه ليحقق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات. تعود النقلة في الطرف الأيمن لأيوب الودراسي. تدخل. سلامات إن شاء الله أدن علي. هذه المرة يسقط على أرضية الملعب. كثيرة هي السقطات لاعبي المرخية، يعني يدوب لسه الطاقم الطبي غادر أرضية الملعب بعد علاج حمد سعيد. يعود مجددا لاعب آخر من لاعبي المرخية على أرضية الميدان، لكن أمامنا على الصورة بيرل فيليب مدرب نادي معيذر. مباراة كانت صعبة بكل المقاييس فعلا، يعني هو رغم النقص العددي. هذا مدحت مصطفى اللي واقع على أرضية اللي فقد توازنه مدحت مصطفى في كرة مشتركة في الهواء كانت ما بينه وما بين مامادو. لما سقط إلى الأرض فقد توازنه وبالتالي سقط بشكل خاطئ. سلامات إن شاء الله لمدحت مصطفى. سلامات اللي راح ينقل إلى خارج أرضية الميدان الآن لتلقي العلاج اللازم. سلامات لمدحت مصطفى خارج أرضية الملعب لكي يتلقى العلاج اللازم. مدحت مصطفى لاعب المرخية، والمرخية في سباق مع الزمن من أجل البحث عن إمكانية العودة. تعود الانطلاقة. مصعب اللحام يبعد بمبدأ الأمان. بعرضية من الطرف الأيمن. مقولة من الجبهة اليسرى انطلاقة مجددا لمصلحة معيذر. أيوب الودراسي مقطوعة. كرة تعود مجددا حاضرة لمصلحة إريك دي أوليفيرا. تبديل حاضر في تشكيلة نادي معيذر. تبديل القادم يستعد للنزول علي عبد الكريم، يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. علي عبد الكريم اللاعب السابق للسيلية اللي لعب مع الخور في فترة من الفترات، الآن حاضر مع نادي معيذر. لكن لدينا ركلة ركنية لمصلحة المرخية. Thank you.
كرة إلى ركنية مجددا حاضرة لمصلحة المرخية بعد التبديل. علي عبد الكريم ينزل أرضية الميدان كثالث وآخر التبديلات في خيارات البير فيليب مدرب نادي معيذر. نقلة أمامية ملعوبة تبعد من الدفاع. إسلام ياسين هو اللاعب اللي يغادر خارج أرضية الملعب في تشكيلة معيذر وبديل علي عبد الكريم. منقول الكرة خطيرة مجددا. مصعب اللحام لمعيذر مر مرور ممتاز. مصعب يتوغل. مصعب أخطر عرضية باتجاه مامادو والدفاع يتدخل في الكرة الأخيرة يبعد إلى خارج أرضية الميدان. فرصة لو استغلت كان ممكن أن تكون هدف قاتل لمصلحة معيذر. لدينا تبديل ثاني سيأتي الآن في تشكيلة المرخية أو الثالث. محمد مهاوش الناصر راح ينزل أرضية الميدان واللي يغادر حمد سعيد يغادر ومحمد الناصر هو اللاعب البديل. كرة ملعوبة من الطرف الأيمن حاضرة. تعود النقلة من الطرف الأيمن مجددا. منقولة في الجبهة اليسرى. لأدن علي انطلاقة في الطرف الأيمن لمصلحة معيذر. الودراسي ينقل كرة إلى لامين السميت يلعبها عرضية. إلى خارج الأرضية ميدان ما زالت قائمة لمصلحة معيذر. فيها تصويبة لكن إلى خارج أرضية الملعب. بانطلاقة مجددا علي عبد الكريم لمعيذر يحاول في اللحظات الأخيرة. خطيرة في منطقة الجزاء. السقوط قريب من اللعبة. عبد الرحمن الجاسم قريب جدا من اللعبة وزاوية الرؤية أمامه واضحة تماما وبالتالي يأمر باستمرارية اللعب. لا يعلن عن قرار في الوقت اللي يطالب فيه لاعبي معيذر ربما ركلة جزاء. لا يعلن عن قرار عبد الرحمن الجاسم يأمر بالاستمرار. حاضر لمهدي خالص. الدقائق الماضية كثرت محاولات معيذر
في البحث ربما عن تأمين النتيجة، لكن لم يأتي التأمين. وفي المحصلة النهائية فالأمور معذر لو انتهت بالنتيجة المسجلة، هذا هو المطلوب، يصل للنقطة التاسعة، ثلاث انتصارات متتالية، ما في بداية أفضل من كذا في رحلة البحث عن العودة مجددا إلى دوري نجوم قطر. نقلة في المناطق الخلفية تعود مجددا لمصلحة المرخية. بخمس دقائق الآن وقت بدل ضائع، خمس دقائق وقت بدل ضائع. يشير إليه حكم المباراة بعد نهاية الوقت الأصلي. بانطلاقة من الطرف الأيمن لأيوب الودراسي. عرضية. فيها تصويبة من على مشارف المنطقة. الكرة الأخيرة تبعد من الدفاع، تعود مجددا في الطرف الأيسر. بانطلاق، أوه، أخيرا يأتي الثالث. حاول وبحث عنه كثيرا لاعبي معذر، هدف الاطمئنان الثالث يأتي الآن. خلاص أيوب الودراسي يختم على نتيجة المباراة، على نتيجة اللقاء. لاحظ التسديدة الأولى عدت، وصلت لمصعب اللحام بالكعب لأيوب، وهوبا يمينية ممتازة. أيوب الودراسي هدف ثالث لمعيذر. خلاص أيوب يختم الآن على نتيجة اللقاء، على نتيجة المباراة، على ثالث الانتصارات المتتالية لمعيذر، بثالث الأهداف الآن هنا في شباك المرخية. شوط ثاني إذن فيه انتفاضة كاملة لمعيذر اللي ينجح في تسجيل ثلاثة أهداف كلها، لا هدفين في الشوط الثاني وهدف، هدف أساسا أتى في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لذلك قلنا أن مع الشوط الثاني تداخلت الأمور، لكن خلاص انتهت الآن. ألاحظ الأعصاب بير فيليب والتفاعل مع الكرة، الاطمئنان إلى نتيجة اللقاء، وكأن حمل ثقيل كان حاضر لي على البير فيليب. خلاص ارتاح الآن، ارتاح الآن بير فيليب، ومع تقريبا ضمان النقاط الثلاث، ضمان ثالث الانتصارات، ضمان فض الشراكة في الصدارة مع المرخية بفارق ثلاث نقاط عن المرخية، بفارق ست نقاط وإن كانت مؤقتة عن الوكرة اللي راح يلاقي الشمال بعد هذه المباراة بحول الله وعونه. هنا التسديدة حاضرة لكن أقرب أيضا إلى حارس المرمى. خالد السكيبة، تغيير اتجاه اللعب، يا سلام من لمسة. أيوب الودراسي إلى مامادو، مامادو يملك كرة، مامادو يعيد مجددا إلى أيوب. عذر، خلاص سجلوا الثالث، اطمأنوا ارتاح. الآن يتناقل الكرات بشكل في كثير ثقة، أكثر هدوء، أكثر أريحية بالنسبة للاعبي معذر. تصويبة إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى.
ماجد الشيباني على تنفيذ ركلة المرمى الدقيقة الأخيرة من الخمس دقائق الوقت بدل الضائع. خمس دقائق في الشوط الأول وخمس دقائق في الشوط الثاني، يعني عشر دقائق إجمالي الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة. كرة بنقل أمامية باتجاه فهد العنزي لكنها مرت وعدت. كرة بنقلة في الطرف الأيمن، حاضر أيوب الودراسي، راح 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 راح، ممتاز ممتاز أيوب أساسا مع معيذر ينقل الكرة على القائمة الثانية، ما زالت قائمة. علي عبد الكريم، علي عبد الكريم يملك كرة، علي مر علي مر علي يبحث عن هدفه، ينقل كرة الزكيب الرابع. أوه كرة الرابع لمعيذر كانت قريبة وما زالت قائمة. مصعب اللحام والدفاع ياسر المعمري هذه المرة يتدخل. كرة الهدف الرابع كانت قريبة جدا لمعيذر. خلاص الآن الخمس دقائق وقت بدل ضائع أيضا تنقضي متابعينا مشاهدينا الكرام. تدخل تدخل بطاقة صفراء ضد عبد الله الهاجري أو هنا محمد الناصر، محمد الناصر. ومع هذه الكرة أيضا متابعينا مشاهدينا الكرام صافرة الختام يطلق عبد الرحمن الجاسم حكم المباراة. معيذر ينجح في الأخير بالخروج بنتيجة الانتصار في هذه المباراة، يحقق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات الأولى، يتربع على صدارة منفردة. مزيد من الحديث حول هذا اللقاء بطبيعة الحال عند زميل عبد الله العمادي وضيوف الكرام، إلى هناك.